مزيد من التعقيب حول هذا الموضوع. ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ الإنشاءات بالجامعة الأمريكية. دكتور محمد، يعني هناك تفاصيل عدة تتعلق بهذا الأمر من الناحية الفنية. محطة الضبعة النووية، نتحدث عن محطة، عن دخول مصر إلى النادي النووي السلمي من خلال هذه المحطة، وتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة بديل للوقود الأحفوري. نتحدث أيضا عن مواصفات فنية لهذه المحطة، فهي صديقة للبيئة، فهي أيضا العمر الافتراضي لها يمتد ل 80 عام. كيف توقفت عند تفاصيل هذه المحطة وهذا المشروع العملاق؟ أولا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين والمستمعين. فعلا هي نقطة فارقة، لحظة حاسمة. بناء المحطات النووية في مصر زي ما حضرتك كرمت في المقدمة الجميلة بتاعتك، هي دخول النادي السلمي النووي، توليد طاقة قدر الإمكان طاقة نظيفة. البعض لا يعلم أن الطاقة النووية إذا ما أحسن استخدامها وتصميمها هي طاقة أكثر صداقة للبيئة من الوقود الأحفوري ومن الفحم ومن المازوت ومن البترول ومشتقاته في الطاقة الكهربائية وخلافه. طبعا من الناحية الفنية زي ما حضرتك أشرت ونوهتي، هي محطات الخرسانة بصفة عامة أو قواعد الخرسانية بصفة عامة في محطات توليد الطاقة النووية لها مواصفات خاصة جدا، يجب أن تكون قوتها أعلى، تستحمل التفاوتات في درجات الحرارة، وأيضا لها مقاومة أعلى لأي لا قدر الله إشاعات أو انبعاثات إذا حصل نوع من الإشاعات. ولكن بطمئن السادة المستمعين والمشاهدين ان التصميم الجيد لهذه المحطات بيمنع يعني الحوادث اللي سمعنا عنها عالميا، حوادث معدوده جدا 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 وبنسبه قليله جدا، فهي اكثر امانا، ولكن يجب اخذ كل هذه الاحتياطات. حضرتك والمشاهدين اتكلموا في نقطه جميله جدا، هي نقطه العلاقات الخاصه جدا بين مصر وروسيا، وتسبقها طبعا على امتداد عقود طويله مع الاتحاد السوفيتي سابقا. حضور الرئيسين يعكس اهتمام القيادة الروسية والعالم أجمع بوجود مصر، بدور مصر. تخيل كده حضرتك أن رئيس روسيا في ظل هذه الأزمات يكون حريص يكون موجود مع مصر في هذه اللحظة في إعداد الخرسانة وصبها للمحطة النووية. وفعلا مصر شريك أكثر من ممتاز ورائع لروسيا، وروسيا شريك أكثر من رائع ممتاز لمصر، وده بيعكس برضو توازن علاقتنا مع دول العالم المختلفة بما يشكل ويمثل ويخدم مصلحة الوطن الأكبر. نعم دكتور محمد، نعود إلى يعني المواصفات الفنية أو المواصفات التي تتعلق بتفاصيل هذا المشروع الضخم. يعني مصر لطالما سعت لأن يكون لديها مشروع كهذا، وأن تمتلك الطاقة النووية السلمية كأحد مصادر الطاقة النظيفة. ربما هذا الحلم امتد لأكثر من 60 عام من أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إلى أن وقع الاختيار طبقا للدراسات والأبحاث على موقع هذا المشروع، وهو في الضبعة، هذه المدينة في مدينة في محافظة مرسى مطروح وبالقرب من البحر. يعني حدثنا بتفصيل عن اختيار هذا الموقع وإلى أي مدى يحقق مواصفات جيدة لإقامة هذه المحطة النووية. الحقيقة سؤال رائع جدا. اختيار المحطات النووية ودي حتى المجتمع كل أسره يعني ناقشناها قبل كده. منطقة الضبعة تم اختيار الموقع على أساس يكون موقع قريب من ماء البحر او على البحر المتوسط، لان محطات الطاقه النوويه بتحتاج الى نوع من التبريد الخاص جدا، وفي نفس الوقت عمليات دخول المواد الخام وخروجها وكل ما يخدم محطه الطاقه النوويه اسهل كثيرا حينما تكون في السواحل عن تكون يعني داخل البلاد. وباحصائيه بسيطه اقدر اقول لحضرتك ان 95% من محطات توليد الطاقه النوويه السلميه على مستوى العالم هي على شواطئ بحار او بحيرات كبيره، حتى مش انهار، بحيرات كبيره. فاختيار الموقع ايضا ان يكون موقع في منطقه مش ماهوله قوي بالسكان، لان طبعا محتاجه نوع من الخدمه ونوع من الرعايه ونوع من التامين الخاص جدا. يعني ما بتستعملش محطه زي كده مثلا في قلب مدينه الاسكندريه او في قلب منتجع سياحي تماما. فاختيار كان اختيار موفق. واشير هنا الى ان مصر في رؤيتها 2030 مش عندنا محطه واحده بس، اللي عندنا حوالي من 6 لـ 8 محطات، بس طبعا المحطه الاولى بتحظى باهتمام خاص جدا لانها
بيتم فيها تطبيق التكنولوجيا لأول مرة. الروس بيساعدونا فيها، وأحب هنا أن أنوه لدور كبير من زملائي في جانب مصري، تواجد قوي جدا في إنشاء هذه المحطات، ودي هنا بقى بيلعب دور الخبرة المكتسبة، لأن مع الوقت إن شاء الله نبدأ إحنا ننشئ هذه المحطات، ويبقى دور الشريك الأجنبي سواء روسيا أو أي بلد آخر هو دور إشرافي وليس دور شراكة في البناء. ده مش استغناء عنهم، ولكن اعتمادا على السواعد المصرية وعلى العقول المصرية في تصميم هذه. صحيح، وهذا ما تمت الإشارة إليه بالفعل، يعني ربما أيضا أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم تدريب العديد من المصريين للعمل بهذه المحطة النووية وهذا المشروع الضخم، ويعني إطلاعهم على الخبرات الروسية في هذا المجال. يعني هذه المحطة وهذا المشروع هو أيضا ضمن الجيل الثالث أو يتسم بمميزات الجيل الثالث لمثل هذه المحطات النووية، وهي أحدث المحطات في روسيا المماثلة لهذا المشروع. يعني كيف أيضا تتوقف عند هذا الأمر؟ طبعا روسيا حينما تتعاون معنا بتعطينا أحدث ما لديها من التكنولوجي. حاجة حضرتك يعني أشرت لها في معرض الحديث المقدمة، ولازم برضو السيد يعني الرئيس أشار ليها برضو النهاردة، اعتماد على الخبرات المصرية وعلى السواعد المصرية. كتير من دول العالم من حوالي 10-15 سنة في أعقاب حادثة أو اثنين في العالم في محطات نووية، تراجعوا عن استخدام محطات الطاقة النووية السلمية، ثم عادوا من حوالي 5 أو 10 سنوات لبنائها أو إعادة تشغيلها مرة أخرى. إذن ما نقوله هو أنها محطات مهمة، الأجيال الحديثة منها بتوفر عامل أهم وأكثر من الأمان في التشغيل، وأيضا في فعالية أو كفاءة توليد الطاقة. إحنا كلنا عارفين أي طاقة بتولد أحد المؤشرات الهامة لي أنا بحط لها مدخلات قد إيه وباخد منها مخرجات قد إيه والهالك أو الفائد منها قد إيه. المحطات الحديثة تتميز بأنها أكثر أمنا، أقل إنتاجا لأي مخلفات قد تكون غير ضارة ومحتاجة نوع من الردم أو التخلص الآمن ليها، وفي نفس الوقت كفاءة توليد للطاقة كفاءة عالية. مصر زي ما حضرتك عارف كويس على خريطة الدول الأكثر إنتاج للكهرباء، واللي بتسعى حتى في وقتنا الحالي نحن نصدر كهرباء، عندنا فائض منها وبنسعى لتصديرها، وده يقلل برضو الاعتماد على الوقود الأحفوري وعلى المواد التقليدية، مش بس عشان تكلفتها واستيرادها ودي مكلفة في أوقات كثيرة جدا، ولكن أيضا لتقليل الانبعاثات الكربونية في ظل اهتمام العالم البالغ والمتأخر بظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. صحيح، يعني بالفعل هذه المحطة بتساهم في خفض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا، ما يعادل حوالي عوادم 3 ملايين سيارة. دكتور محمد نجيب أبو زيد أستاذ الإنشاءات بالجامعة الأمريكية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا على كل المعلومات والتوضيح.